يجي يغدرني باللور موس، يجي يغدرني باللور موس وهرب. حتى الفم يعني محاولات القتل، محاولات القتل. السلام عليكم اخوت المغاربه، كل شيء اللي كان نعرفه اللي كاين داخل الوطن ولا خارج الوطن. المهم ما عليناش، هادشي وقع لي، هاد الحادث اللي كان وقع لي وقع لي من بعد شي 3 ايام دابا ما عرفش اكزاكت. المهم هو نهار الخميس بالضبط مع وحده الله رب بحال ما هكذا جويت هذاك الشيء غادي الخدمه. المهم كان وقع واحد سوء تفاهم بيني وبين واحد السيد، و المهم بقى عليا بمعيور وشويه. المهم السيد بدا كي المهم دخلنا في حاله صراع وهذا، ما ماشي غير بالهضره. المهم السيد جا غدرني من اللور، خلينا تاسيني كل شيء، جا غدرني باللور موس وهرب. ها هاد السيد اللي وقع لي معاه مشكل، واحد السيد كيوصل لي الماتريال مفاهم على خدمه ما كملهاش، عطاتو النص ديال الخلاص يكمل الخدمه لغد لي نخلصو، فما جاش لغد لي باغي كيتباغي ياخد دوك الفلوس بزز. كيف نسمع انا وسام كلشي ديال الكوالي هاد الثمن، هو ثمن طيب بزاف، ما تقريبا تقارب 150 درهم. اه هو ثمن اللي ما يمكنش شي واحد كاع يدوي عليه، ما فهمتش يعني واصل ثمن غير 150 درهم، غيز لي غير ماتريال يرجعو يا خويا يكمل الامانه ديالو ويديها معاه. هادشي اللي قلنا السيد ما فهمتش، ما جاش الغد لي وباغي تخلص خدمه ما خدمهاش، وخدا خدمه واحد اخر وتخلص، تخلص خدا خلاصو اللي كان هياخد هو خدا واحد اخر. ما عليناش داك السيد وقع عليا بمعيور وبالهضره صافي. المهم كنحاول نتفادى في اي طريقه صافي. واحد شويه ما السيد جاي محمر باغي يدار معاك. المهم انا ما دويتش معاه، ما كثرتش معاه الهضره بزاف، حتى كنتفاجئ كنتاوي مع الصديق ديالي، كنتفاجئ انه ضربني على مستوى العنق حتى الفم يعني محاوله القتل. يعني السيد ما ضربكش ضربه ديال المحنه، ضربك ضربه ديال الغدر، وخوتها المغاربه كلشي عارف الضربه ديال الغدر كي دايره. يعني فاش كتضرب وانت مغدور ما خايبه بزاف وما بغيت حتى شي واحد وحق الله. المهم ما عليناش، انا كنخدم لانيماسيون انيماتور ميكرو، نقدروا شي ناس يعرفوني ديجا نكون خدمت ليهم ولا شي حاجه. يعني كنخدم ميكرو، يعني حنا ناس ديال الدومين كنخدموا بوجهنا، يعني ماشي ماشي بحال اي واحد كيبيع سلعه ولا كيبيع، يعني يقدر يبيع غير سلعتو عادي ويتقبل وجهه كيف ما كان. حنا لا، انا عندي كرا، عندي شحال من حاجه، الا ما خدمتش بوجهي ما غنقدرش نصور طرفة الخبز فين نخلص كراهية وداكشي كامل. كانت هذه من الاسباب ديال ان عايش غير مع عائله الوالده اللي رباوني لواحد السن، كبرت معاهم والوالده مجوجه والوالد ديالي حتى هو كذلك نفس الامر. انا كنحاول نتحرك من هنا لهنا، يعني مني كتصغير علمني خالي واحد الدومين بقيت خدام فيه. المهم باقي خدام فيه، كنخدم داكشي ديال لانيماسيون في صغري، كنخدم كلون وداكشي، دابا كنخدم لانيماسيون ميكرو. يعني فاش كتدخل الديور ديال الناس كبار، يعني كي اتيرو على الفيزاج ديال الوجه ديالك. من هذا المنبر كنقول كل شيء، الا كان اي واحد يقدر يتعاطف معايا ويحاول ولو غير مساعده ديالكم توصل غير لاحد المراكز التجميل ولا شي حاجه، غير تحيد لي غير هذا الفاص هذا شويه، علاش باش ما يبقاش بين تخسروا. عارفين الراي العام ديال المجتمع ما كيرحمش بمره، يعني اي واحد يكون مخسر، اي واحد يكون مضروب ولا شي حاجه، ما كاينش اللي غادي يرحمو ويقول لك لا حكا راه فاش غادي يشوفوا من بعد يقول لك لا حكا مسكين راه غير وقع لي يقول لك لا حكا راه فلان راه داير كيفعل كيترك. المهم حنايا انا شي ما بغيتوش لتا شي واحد، وكنتمنى كلشي اللي شاف هذا الفيديو هذا الله يخليكم يعاوني، يا اما اللي ما كانش يقدر يساعد يعاون غير في البارتاج، ولا كان شي واحد قادر يعاوننا ماديا او لا غير مساعدة اجتماعية، راه من احسن الاشياء ربي راه عمرو خيبو. ونتمنى كلشي يساهم في هذا الامر، الله يرحم لكم الوالدين. لا السيد باقي في حالة فرار هربان، وقال لك المهم حنايا قالك الناس ديال الطوميل ديالنا اللي كيخدموا معايا، الناس اللي كنعرفهم، الناس اللي عزاز عليهم كلشي، قال لك باغي يوقف وقفه الاساس باش
وقفوا عند البوليس باش يديروا خدمتهم بالزايد وبكثر، حتى هاد السيد راه مهربان شي هربه خايبه ولا مشى شي بلاصه بعيد. السيد قال لك شافوا غير في مده هنا، يعني البوليس ما كاين ما عرفتش باقي لحد الان، كنقلبوا كنحاولوا وكنتمنى السلطات الشرطه وداكشي كلشي يدير خدمته باقصى مجهود، حتى دابا راه تقريبا نقدر نقول لك ضعت في النص ديال حياتي، يعني تقدر تدوز اليوم اخويا غدا اخويا غدا يتقبلك الناس، غاتجي واحد المده غتكبر ما كاينش اللي غادي يقدر يتقبلك. والضربه رجعت على مستوى العنق لهنايا وفي القرار تبي كيقول انه بقى لك سنتيم على العرق، وهادشي علاش كنحمد ربي ونشكرو، واخا مضروب واخا كلشي الحمد لله بقيت عايش، اللهم لك الحمد وكنتمنى كلشي. بالنسبة للعائلة ديالو خويا كانت في الأيام الأولى مزيانة، قال لك ما كاين حتى مشكل نعاونوكم هادي، وبعدها النهار اللي دايرين معاهم فين غادي نمشيو على الطبيب ونمشيو الكلينيك وما عادش نديرو معاهم الوقت، كنتفاجئو كيخطفو علينا التليفون وعيطوا ليهم، ما عرفتش العائلة شنو قالوا معاهم، ما عرفتش قالوا ليهم حنايا راه داكشي اللي كنا غنخسرو عليكم حنتوما راه غادي نديو حرق بيه، هادشي اللي سمعته والله اعلم. هادشي علاش الدراري صحابي والناس كلهم اللي كيعرفوني كلشي بغى يوقف هاد الوقفه على حساب السلطات دير الخدمه ديالها. الله يخليكم، كنتمنى كلشي يعاون بالبارطاج او لا يعاون باي حاجه يساهم منها، غير على الاقل غير واحد الجزء من الوجه ديالي يرجع غير شويه، وكنتمنى العيادات ديال التميله ولا الناس اللي مختصين في هذا الشيء ولا اللي عندهم معارف ولا تدخلات في هذا الشيء وكيعرفوا عندهم باش يفيدونا، الله يرحم لكم الوالدين. مازال محتاج باش تكمل مستقبلي، حتى فريمون خدمتي كامله كتعتمد غير على وجهي، الله يرحم لكم الوالدين. مشيت على الطبيب وقال لك حمدك الله على الضربه بعد لك شويه العرق، قلنا هاد السيد هذا ما خاش قاتلك العائله ديالو، ما قلتيش لي مرشو على شويه غنموت ما قدرش واش تعاون؟ قلت لعائلته وعائلته جات كطلب وكل شيء وقالت لك ولدنا ما يديرش ولدنا ما يديرش. بعد ما بارك نقول لكم راه اش غنقول لكم، الله يحسن العوان لكل شيء، وما بغيتش هاد الشيء حتى يعني والدي واش راه صداع لوالدي، وحنا ما عرفتش انا شنو غنقول بالضبط، ولكن كيفاش فكر هذاك السيد فاش هز الموس. الحمد لله انا عارف راسي عمر ما كنضاربش، ما عندكش مع المضاربه ما كاينلاش الضارب، ما فهمتش السيد اصلا باش تعرفوا في حاله اللي جاهله شو اشنو دار لي السيد. حاول تركز على العضه هذه، راه عضه نهار الخميس وكلشي مصور باقي عندنا في التصاور، قدر يتلاح ليكم هذه عضه من العضه ديالو، وتشرق لي فيها التيشيرت باش تعرف انا السيد راه جالو كبر مني فلاش، وكاينين الشهود انني ما كنقول لي على ولاد التراجم راه كبر مني وما غنقدرش، وضربني او ضربني او ضربني وما قلت والو، واش غنقول امر كله بيد الله. الرساله ديالي لله، الرسالة اللي كنوصل لحد الآن وكنقولها دابا ثلاثة مرات، الله يرحم لكم الوالدين، اللي عنده شي حاجة يقدر يفيدني بها، اللي عنده شي نمرة اللي غتقدر توصلني لشي عيادة تجميلة يقدروا يعاونوني فيها ولا شي حاجة، أي واحد قادر يعاون بأي حاجة ما يترددش، الله يرحم لكم الوالدين، محتاجكم في هاد اللحظات بالضبط، محتاجكم ديال بصح، محتاجكم باش توقفوا معايا باش على الأقل يبقى لي واحد المستقبل نقدر نعيش به مرتاح، واخا نقول لك أنا عايش بلا والدي ولكن على الأقل لقيت العائلة اللي معايا، عائلة الوالدة مولي مكبريني، الوالدة واخا مجوجة الله يحسنها وأنا، ولكن مولي مكبرين مولي معاونيني في هادشي كامل، تقريبا مع دابا أنا كاري دابا راه بارك معاهم غير في الدار، مولي كيجيبوا لي ما ناكل وداكشي، باش نقول لكم أنا كاري كنخلص كراية ما خدمش راه ما كاينش كيفاش غادي دير. الله يرحم لكم الوالدين، كتبقى الرسالة الوحيدة اللي قادر يعاون بأي حاجة ويساهم بأي حاجة ويتوصل شي واحد عنده شي معارف ولا شي واحد عنده شي بيبان ديال مراكز التجميل كيعرف كيفاش يدخل عندهم يعاوننا بهم، الله يرحم لكم الوالدين، وكنتمنى هاد الرسالة توصل لكل شي، وكنتمنى كل شي يكون، ما نتمنى حتى شي واحد يوقع ليه نفس هذاك الشيء اللي وقع ليه.